في مشروع مدينة تحيا مصر، واللي خلى كتير جدا من سكان المناطق اللي احنا قلنا ان مصر بإذن الله هتقضي على مصطلح العشوائية مش هيبقى موجود في القاموس، ياخدوا حقهم في البلد دي بان هم يعيشوا في مكان يعني يتمتعوا فيه بكامل الكرامة والأدمية اللي يستحقوها طبعا. وكل ده اتعمل منين؟ اتعمل زي ما قلنا بان ايدينا كلنا اتمدت، اتعمل من صندوق تحيا مصر اللي هي كانت فلوسنا اللي كانت فيها تبرعات من الناس اللي كلنا ضمينا ايدينا في ايدين بعض، يعني هي فلوسنا ورجعت لنا، يعني هي كانت فلوس مصر ورجعت لاهالي مصر في مشروعات قوميه. ده بالظبط اللي كان سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي بيقول عليه لما تم انشاء الصندوق ده، ان هي تبقى فلوس المصريين وهيتعامل بيها برضو حاجات للمصريين مش لاي حد تاني. خلوني قبل ما نشوف لقائنا مع طبعا الدكتور رجب مجاهد وهو كان المشرف العام على المشروع، خليني انا بقى كاسماء مصطفى اتقدم بكل الشكر خالص شكر لكل زملائي وكل القائمين على قناه النهار، لانه بجد لو ما كانتش كل الناس اللي وقفت معايا واللي انتم ممكن تكونوا ما شفتهمش خالص او ما تعرفهمش، مش يعني بجد ما كنتوش هتشوفوا الجمال اللي انا شفناه. في ناس كانت عشان نعمل الفطار ده موجوده بقى لها يوم واتنين وعماله توضب، والكل عايز يعني ايه ما ينساش تفصيله واحده عشان كمان حضراتكم تشوفوا الواقع بصورته الجميله، وكمان عشان الاهالي هناك اهالينا في الاسمرات يبقوا مبسوطين ويبقوا متاكدين انه لما شبكه تلفزيون النهار قررت انها تنزل تفطر معاهم كانت واخده بالها من كل حاجه، وكنا عايزين نعمل لهم حاجات اكتر واحلى من اللي احنا ممكن نكون بنعملها لنفسنا. يا رب نكون بسطناهم وقضينا ليله جميله. انا يعني مش عايزه انسى حد، لكن صدقوني جميع قيادات قناه النهار كلها يعني من كلهم من يعني الاداره كلهم وكل زملائي اللي ورا الكاميرات، وشفيق طبعا معانا اهو منورنا كان طالع بالهواء يعني ميرسي تسلم ايده يعني، والانتاج استاذ اشرف ومحمد جمال واميره الشناوي بروديوسر وهيثم بيطار وسامح سند يعني مع حفظ الالقاب طبعا، وعلى يعني ودول بقى كمان استاذ البير شفيق يعني رئيس القناه واستاذ خالد مرسي، وانا يعني انا مش عايزه حد واستاذ ايهاب جلال يعني انا خايفه من كتر ما بقول الناس انسى، بس يعني سامحوني يعني انا مش عايزه انسى محمد معتصم طبعا رئيس تحرير البرنامج، كل زملائنا في الاعداد رامي رشدي وعلي حسان واللي جم كمان وايما طبعا مساعد البروديوسر، يعني عايزه اقول لكم كل دي كانت حاجه كده متكامله على بعض، وانا بعتذر لو كنت نسيت اسم حد، لكن لازم تعرفوا انه في الاخر اللي طلع لكم هو مش اسماء ومش واحد لوحده، احنا كمان عشان نطلع الصوره اللي انتم شفتوها وعشان اهالينا في الاسمرات يشوفوا فطار حلو يليق بيهم، كلنا احنا كمان هنا في القناه حطينا ايدينا في ايدين بعض وساعدنا بعض، الكبير مع الصغير وال يعني وده جنب ده جنب ده جنب ده عشان تشوفوا الصوره اللي وصلت لحضراتكم. فده كان اقل حاجه اقدمها ان انا اقدم يعني كلمه شكرا ليهم وليكم، وخلونا بقى نشوف